أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المنجزات التنموية التي تتحقق للوطن وكافة أبنائه أساسها العمل المشترك لكافة أعضاء الفريق فريق البحرين وحرصهم الدائم على تحقيق التميز والنجاح في مختلف المشاريع التي يعود أثرها على المواطن. وأشار سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص بما يحقق الأهداف التنموية ويسهم في تحقيق الخير والنماء للمملكة ويخلق المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي وأعضاء لجنتي المرافق العامة والبيئة بالمجلسين وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقال سموه إن مملكة البحرين بفضل التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكافة أعضاء فريق البحرين تواصل تحقيق تطلعاتها التنموية بكل عزم واقتدار جاعلين دوما مصلحة الوطن والمواطن نصب أعيننا ومتفائلين بمستقبل أكثر تقدما في مختلف المجالات بما يعود أثره على الجميع بالخير والنماء. من جانبه عرب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام مستمر بتحقيق المنجزات التنموية للوطن والمواطن وحرصه الدائم على تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص وكافة أعضاء فريق البحرين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشهودة لمملكة البحرين. Thank you.